المزمور الخامس. صلاة الصباح طلبا للهداية. يا رب أنصت إلى كلامي وافطن إلى صراخي، أصغي إلى صوت ابتهالي يا ملكي وإلهي، لأني إليك يا رب أصلي. في الصباح تستمع إلى صوتي، في الصباح الباكر أقف قدامك وأتطلع، لأنك إله ليس يرضى عن الإثم، ولا يساكنك شرير، ولا يثبت ذو المعاصي قدام عينيك. أنت يا رب تبغض جميع عمال الإثم، وتهلك كل الذين يتكلمون بالكذب. رجل الدماء والغاش ينقضه الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك، وأسجد نحو هيكل قدسك بخوفك. يا رب اهدني بعدلك من أجل أعدائي، سهل قدامك طريقي، لأنه ليس في فمهم صدقا، قلبهم باطل، حنجرتهم قبر مفتوح، ملثوا بألسنتهم. دنهم يا الله ليسقطوا في مؤامراتهم، أقصهم حسب كثرة شرهم، لأنهم إياك يا رب هم يمرمرون. وليفرح بك جميع الذين عليك يتوكلون، إنهم إلى الأبد يستبشرون، وأنت تحل في وسطهم. وجميع الذين يحبون اسمك بك يبتهجون، لأنك أنت يا رب تبارك الصديقة، أنت كللتنا برضاك مثل الترس. آمين.